عليكم. هذا انا الابن ديال هذا السيد هذا اللي جبته لهاد المستعجلات لهاد السبيطار، جبته من حي ديته لحي الحسني، قال لي غتجيبوه لهنايا، جبته لهنا مستعجلات بن رشد، دخلناه عطاتنا الطبيبه قالت لك ديو 34. هاد السيد هادي تيعاني عنده التعفن في الجهاز التناسلي ديالو، يعني عنده القيح حاشاكم في الدكار ديالو. مني دينا 34 ماذا بينا تا كيخرج لنا واحد السيد ما عرفتو واش طبيب الله اعلم، خارج لبسه عاديه، قال لك عريناه صورو، هضر في التليفون قال لك صافي كتب ورقه قال لك سير دي حتى الغدا وعاد باش ترجعوا لي. ومني قلنا ليه علاش، قال لك هذه بلاصه الفتيح وهي راه بلاصه النبوله، هو كيقول لنا بلاصه الفتيح. ملي جينا دابا حنا خرجنا السيد حتى واحد ما باغي يشدو، حتى كما كتشوفوا الاخوانات والضو حتى هو راه ما كاينش. كان خدام موظف جماعه ديال مر السلطان الفيده شارع بوشنتو. الخاتمه باش سالو معنا قال لك سير دي قلبو، يعني بحال قال لك دير باركين وحطو حتى الصباح. انا ما نكذبش عليك، انا ما عنديش الامكانيات اخويا واش نكذب، راه كاع الناس كيعرفوني انا، راه ماشي ما معروفش، معروف انا ما عنديش الامكانيات، عندي طريبورتو راه خاطاني نبو عربي، يعني ما عنديش شي حل من غير تبوير، يعني الموقف راه لقيتي عاصر فيه راه بقيتي عاصر، يعني انا معصور كدور كتبوير داكشي اللي قسم الله كتجيبو. بعض المرات خاصك شي دواء غالي راه كنحط فيه البيرمي، راه هما فرماسيانات كاع كيعرفوني راه في ليساس، كنحط بيرمي ولا نحط لاكارت، المهم نكافح باش نجيب ليه هو الدواء. ولكن دابا خويا راه وصل لواحد المرحله ديالاش ديال خاص السيد يداوى باش ما كان، خاص السيد يداوى، هي ماشي بقات خاص الطب سالينا خويا راه مي ماتت بحال هكا بنفس الطريقه، مي ماتت ولا بغاو شي حاجه راه الوراق، مي ماتت وما عرفتش انا لحد الان المرض ديالها، مي ماتت بحال هكا ومن حد الان والله ما عارف انا المرض ديالها. عمرونا اوراق، الوراق راه عندي في الدار، سير عند هذا سير عند هذا سير عند هذا سير عند هذا سير عند هذا، تا ماتت ها هو، تا هو الوالد ها هو نفس العمليه ثاني، تا هو غيبقاو عليا سير عند هذا سير عند هذا تا غادي يموت. انا كنطلب من وزير الصحه غير با غيداوى لي، انا ما كنطلب من حتى شي حاجه، انا كنطلب غير با يداوى، يعني مواطن من حقه يداوى، مواطن مغربي من حقه يداوى وخاصو يداوى، وما خاصوش يكون هنا اول حاجه، ما خاصوش يكون هنا، خاص يكون لداخل، وهذا خاص يكون الطب يوم يتلقاو لبنادم هنا ويدخلوه لداخل، يعني يديروا ليها بلا ما غنبقاو نهضروا على اوروبا ولا نهضروا على شي حاجه، نهضروها على المغرب. حنا خاص السيد ما يكونش هنا، لو كو كان في اوروبا الله اعلم، ما عرفتش احسن مكان غيتحط فيه هذا، احسن بلاصه غيديروه فيها شويه الحنانه، تكون في بنادم الطب خاصو يقريو الحنانة في يحن في الإنسان عاد باش يقرا الطب، ماشي هو قاري الطب ويجي كيتفلعس علينا واحد في الموت أو كيقولك دي للدار تا الغدا، فين غنديه يا عباد الله فين غنديه؟ راه اللي ما تيقنيش الله يمشي يشوف بعينيه، اللي باغي نديه نديه يشوف بعينيه يشوف الحالة اللي حنا عايشين فيها. أما هاد اللبس راه مدرقين بيه، راه كلشي شاف مرضو كلشي شاف الخموجية اللي عنده، شو كان شي حاجه بسيطه ندي للدار ما عنديش المشكل، واش واحد مقيح وغندي للدار اش ندير لي انا؟ اش غندير لي؟ ندير لي بوطاكاز ندوز لي تيو؟ اش غندير لي؟ دخلنا عليكم بالله قول لي اش ندير لي وندي دابا للدار؟